إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض التغيرات الفسيولوجية بأجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لتقدم السن، وإن شاء الله راح نتكلم عن القدد الصماء. طبعا يحدث ضمور في القدد الصماء ونقص أفرازاتها عند كبار السن، فلا تصل الهرمونات بكفاءة إلى الأعضاء. ومثلا يعني بشكل عام نقص افراز هرمون الانسولين يرتبط بجهاز القدد الصماء. طبعا قدد الصماء مهمة جدا في نشاط الجهاز التناسلي، ففي يعني مثلا السيدات يقل افراز هرمون الاستروجين والبروجسترون مع انقطاع الدورة الشهرية وما يصاحبها من بعض التغيرات الجسمانية والعاطفية. لتقليل من هذه الأعراض ننصح يعني بأخذ يعني فيتامين B6 وفيتامين H. وبالنسبة للرجال فيقل إفراز هرمون التستوستيرون تدريجيا مع التقدم في السن، كما يعاني معظم الرجال بعد سن يعني 65 من تضخم البروستاتا الحميد. وإذا كان يعني تضخمها شديد ممكن تتدخل يعني وظائف المثانة تحصل لها بعض المشاكل وممكن يسبب لها تعطل. أيضا ممكن تسبب في مشاكل في عملية التبول أو يعني أمراض مثل سلس البول أيضا أو حدوث يعني احتباس بولي، يعني مما يستدعي استئصال بعض الأعضاء التناسلية. أيضا بالنسبة يعني العملية الجنسية فهي يعني عملية طبيعية تستمر مع مرور العمر عند الذكور، يعني فأنا يعني كبار السن مثلا لديهم يعني دوافع للعلاقات الجنسية واحتياج للعلاقات شخصية يعني، وذي ممكن تسبب يعني مودة وألفة إذا كان يعني بين شخص مقتنع في علاقة جنسية أو زواجية في هذا العمر. ايضا ممكن يعني يستمر هالشيء عند الرجال بس ممكن يحصل له بعض الضعف في الجسم. الى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.